رجل أنهى العمرة بعد إكمال الشوط الرابع من الطواف بدون أن يشترط بسبب أنه تعب تعبا شديدا فخلع لباس الإحرام، ماذا يعمل وهل يجوز الاشتراط للعمرة؟ جزاكم الله خيرا. الاشتراط جائز عند الإحرام، يعني يقول أين حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك لأن كان مريضا أو عاجزا ويخاف من عدم إتمام النسك فله أن يشترط، أما إذا كان صحيحا قويا فإنه لا يشترط، ولكن إذا أحرم الإنسان بالنسك وجب عليه إكماله. قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج، معنى فرض أحرم. الإنسان إذا أحرم بالنسك وجب عليه أداؤه، ولا يجوز له أن يتحلل منه قبل إكمال مناسكه، إلا إذا كان كما ذكرنا كان عند الإحرام يخاف من عدم الإكمال واشترط وقال فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فأصابه ذلك الحابس الذي اشترط تحلل عند حدوثه فله أن يتحلل ولا شيء عليه، أما ما دام لم يشترط فلا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى في إحرامه حتى يؤدي النسك، ولو قدر أنه يعرض له عارض ومرض فإنه يبقى في إحرامه وينتظر حتى يزول ذلك العارض ثم يتحلل للعمرة وأداء النسك. وهذا الذي ذكره السائل أنه من غير عذر وأنه تعب، مجرد تعب الشوط الرابع من الطواف فألغى العمرة وتحلل من إحرامه، هذا غلط ولا يتحلل، باق عليه الإحرام ولو رفضه فإنه لا يخرج منه، فعليه أن يعود إلى مكة ويأتي بالعمرة التي رفضها بإكمال مناسكها من طواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة فإنه يمضي في العمرة كما ذكرنا يكملها ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه ثم يحرم بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة التي أفسدها بالجماع، ثم يؤدي مناسكها ويذبح فدية وهي شاة تجزئ في الأضحية يوزعها على